السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني المتوسط في درس جديد من دروس مادة التربية الفنية. درس اليوم عبارة عن الرسومات الرمزية في الشعر. طبعا أنا لما باجي أحدد لي موضوع معين أصمم شعار أو شيء بيعبر عن الموضوع ده، فأنا طالما هو شعار هبدأ أختار العناصر اللي بتعبر عن الموضوع وأحاول إن أنا أبسطها قدر المستطاع، وهعتمد على الرسم بشكل هندسي إلى حد ما. في البداية طالما هرسم شعار أنا هقسم الصفحة بالنص بالشكل اللي إحنا شفناه ده كده، وهاخد خط برصاص على خفيف، ولو افترضت إن أنا هعمل تصميم عن العلم فأشوف العناصر اللي بتعبر عن العلم هي إيه. أكتر حاجة هي مثلا الكتاب، فأنا هعمل كتاب مفتوح، هرسم نص الكتاب كده. كعنصر أول اللي هو الكتاب، بشكل مبسط مفيش فيه أي تكلف. أنا كده رسمت نص الجزء، فالطريقة اللي احنا متعودين عليها دايما إن احنا نكرر بيها الشكل بالتماس ويكون مظبوط، طريقة الضغط. بالشكل اللي احنا شايفينه ده قدرت انقل الرسمة في الناحية التانية وضامن ان هي مظبوطة بنسبة 100%. اضغط عليها برصاص، تمام. هاجي بقى اختار شيء تاني بيعبر عن العلم، وليكن على سبيل المثال الاقلام، ورقة البردي، دواية الحبر. فأنا هاخد شكل المحبرة، برضو هرسم نص الشكل كده وهنقله الناحية التانية. طريقة بقى نقل الشكل الناحية التانية بطريقة الشاف تضمن لي إن الرسمة تكون مظبوطة عندي بنسبة 100%. الحاجة الأخيرة إن أنا ممكن بقى أزود ريشة مثلا، وبكده أكون أنا صممت شعار أو تصميم بيعبر عن العلم. أقدر كمان إن أنا أضيف النص الكتابي هنا، مثلا هكتب على سبيل المثال نور العلم. المرحلة اللي بعد كده هي أكيد مرحلة التلوين. من الحاجات المهمة طبعا اللي هو موضوع التحديد، اللي هو بقى بستخدم فيه اللون المائي أو الألوان الفلوماستر، وأهتم بالتحديد كويس جدا عشان لو حصل إن أنا عندي مشكلة في الألوان أو ما ظبطتش في الألوان، فيبقى التحديد محافظ لي على شكل الرسمة ومحافظ لي على تفاصيلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد الانتهاء من عملية التحديد، وزي ما قلت يكون بشكل جيد جدا لأن هو من الحاجات المهمة اللي هتعمل على نجاح التصميم اللي أنا بصممه أو الرسمة اللي أنا برسمها، هاجي بعد كده أدخل في مرحلة التلوين. دايما في التصميم لما بكون بعمل تصميم بحاول إن أنا قدر المستطاع أقلل عدد الألوان، على عكس التعبير الفني. لو برسم لوحة تعبير فني، منظر طبيعي، مشهد من الواقع مثلا،
فانا بستخدم كميه الوان كتير جدا، كل الالوان اللي عندي بستخدمها وبدمج درجات. هنا في التصميم الموضوع بيبقى عكس كده، يعني بحاول قدر المستطاع ان انا ما زيدش عن 4 الوان. يعني ممكن اعمل التصميم كله ابيض واسود فقط، هو اسمه تصميم. فالتصميم دايما من اهم مميزاته البساطه، العناصر ما بيكونش فيها تفاصيل كتير، الالوان بتكون قليله، دايما عنصر الكتابه بيكون من الحاجات الاساسيه اللي موجوده فيه. وده كان شكل التصميم، اتمنى يعجبكم، واستنوني في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.